Hey, sweetie, I am here. Hey, mom, you're 10 minutes late. I am so sorry, sweetie. There was some traffic on the road. So, next time you should be coming earlier. Okay, I'll make sure I leave home early next time. Okay, and I'm hungry, so we're gonna go eat. Okay, I prepared dinner for no, you. No, we're gonna eat outside. Okay, anything for you, anything. I have a place in mind for you. No, I'm choosing, okay? Okay, okay. Now drive! Okay, okay, anything you want, anything for you. حبيبي يلا, انت مش شايفني؟ ماما, انت اتأخرتي ساعة. ساعة, ساعتين, ثلاثة, براحتي. انت تحمد ربنا ان انا جاي اجيبك اصلا, كان زمانك ماشي على رجلك ولا بتتنطط في اتوبيس عشان تروح البيت. طب ماشي, طب ممكن نجيب اكل؟ نجيب اكل ايه؟ في اكل في البيت؟ لا, ممكن اكل من بره. ليه احنا بنلاقي فلوس في الشارع اكل من بره؟ انا طبخانكم من اول امبارح, في اكل في التلاجه. لما التلاجه تفضى وكل البلاقي اللي فيها تفضى, نبقى ساعتها نطلع نروح نشتري اكل من بره. قال قاعدين على كنز فلوس احنا بقى. لو سمحت, بس مش عايزه اذن كتير. اسمع, عملت ايه في امتحان النهارده؟ 19 من 20. ليه يا حبيبي مش 20 من 20؟ ده احنا طالعين عينينا عشانكم. ليه مش 20 من 20؟ ليه يا بابا راحت الدرجه دي في ايه؟ بس انا يعني ولا يعني ولا ما يعنيش, لما نروح البيت نشوف اخر زمان.